وقع سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين والسيد جاك ميوز الرئيس الإقليمي لشركة الشحن العالمية فيدكس إكسبرس في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا عقدا مدته 10 أعوام لتشغيل 9000 متر مربع في منطقة الشحن الجوي السريع الجديدة الواقعة شمال مدرج مطار البحرين الدولي. وأشار سعادة وزير المواصلات والاتصالات إلى ما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من اهتمام بدعم القطاع اللوجستي والدفع بالمشاريع التنموية نحو مستويات أكثر تكاملا وترابط عبر تسريع وتيرة تقديم الخدمات اللوجستية ورفع كفاءتها من خلال الخطة اللوجستية التي تم إقرارها مؤخرا، بما يرفد مسيرة البناء والتطوير ويسهم في خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين. وأكد سعادته أن إبرام شركة مطار البحرين وشركة فيدكس إكسبرس لهذه الاتفاقية الاستراتيجية يأذن ببداية مرحلة جديدة من النمو للطرفين، مشيرا إلى أنه بفضل دعم شركائه والتطوير المتواصل لبنيته التحتية ذات المستوى العالمي بات مطار البحرين الدولي مؤهلا تماما لمواكبة الطلب المحلي والإقليمي المتزايد على خدمات شحن جوي عالية الجودة تتسم بأعلى معايير الأمان والكفاءة والاعتمادية. وأكد سعادة الوزير أن الرؤية العامة للقطاع اللوجستي تصب في زيادة تنافسية وسرعة إجراءات الربط بين ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي وسرعة إجراءات المنفذ البري وجعل مملكة البحرين الخيار المفضل للتجارة الإلكترونية. لذلك تم وضع عدد من الأهداف الاستراتيجية لتحقيقها بحلول عام 2030.